شطارة بصراحة. لا لا كده كده العدلة دي بتاعتك حلوة. تعالى الخميس ده، عارفة التراب ده انا لسه المفروض عليه التراب من امبارح، انا معرفش ايه اللي مدربه كده تاني. يا ربي بنت اللؤلؤة دي عمرها ما بتساعدني في اي تنظيف خالص. ايوه يا زيزي، ايوه انا سمعت اسمي، انت بتندهي عليا ولا ايه؟ لا انا ما بندهش عليك يا لؤلؤة، انا كنت بقول لؤلؤة دي طول عمرها بتساعدني في تنظيف البيت وفي كل حاجة. شكرا يا زيزي، شكرا والله، انت على طول كده عارفه قيمتي الحمد لله. انت صدقتي ده انا كنت بقول لؤلؤة عمرها ما ساعدتني في التنظيف ابدا. انا يا زيزي ده انا طول عمري بنظف، انت اللي عمرك ما خلصتي تنظيف في حياتك. انت فاكره ان انا هفضل في حياتي كده على طول كل يوم بنظف بنظف؟ لا، في حاجات اهم بكتير طبعا اعملها. حاجات زي ايه بقى؟ يعني العب شويه، بعد ما اخلص لعب العب تاني، بعد ما اخلص اللعب التاني العب مع بندقه بقى عشان ما لعبتش معاها بقالي كتير، بعد كده انده لكراميلا العب معاها. طب ما تقولي بقى العب وخلاص ومفيش مذاكره ومفيش اي حاجه تاني؟ لا لا اكيد فيه، بس بيكون في اوقات الفراغ بقى. طيب لو سمحتي بقى يا لؤلؤه اتفضلي روحي خدي بندقه ونضفي لي الفانوس الكبير اللي هناك. ايه ده، هنضف الفانوس الكبير ده؟ ده مليان تراب. ايوه ما انا عارفه، ما انا عشان كده بقول لك نضفيه. يلا لو سمحتي عشان جاي لنا ضيوف كمان شويه، ما ينفعش يجوا يلاقوا التراب كده على الفانوس. حاضر حاضر يا زيزي. يا بندقه يا بندقه، ياه ده الفانوس مليان تراب خالص وطويل واكبر مني، ده انا لازم اجيب السلم ده ولا اجيب ايه عشان انضفه؟ يا زيزي دي تملي كده كده المهمات الصعبه. هي يا بندقه، جبتي لي الميه والصابون من هناك ولا عملتي ايه؟ ايوه ايوه يا لؤلؤة، بس ما لقيتش المقشه والجاروف، مش عارفه بقى انت زيزي خدتهم ولا ايه. لا 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 لازم لازم المقشه والجاروف الاول وبعد كده هنغسله بالميه والصابون. طب ولا اقول لك استني كده هاتي لي المنديل من هناك اما نفض كده الفانوس ده. طيب ماشي. هي بندقة جبتي المقشة والجاروف ولا عملتي ايه؟ ايوه ايوه يا لؤلؤة جبتهم وحطيتهم لك هناك اهو جنب الفانوس. يا لهوي ايه ده؟ ايه يا بندقة في حاجة؟ لا 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 انا ماليش دعوة، انا ماليش دعوة بالبيت الفظيع ده، انا ماليش دعوة بالبيت المسكون ده. هي مالها البت بندقة دي في ايه؟ ما تخافيش مني يا بنتي، انا عم رمضان ساكن في الفانوس، انا طيب ما تقلقيش مني. انت مين انت يا عم رمضان وايه اللي معادك في الفانوس وايه اللي طلعك منه اصلا؟ انا بسكن في الفانوس لمدة 11 شهر وبطلع في شهر رمضان بس، وتقدري تسأليني اي سؤال خاص برمضان. يا بنتي انا كنت نايم ولقيت حد بينفض جامد فصحيت على صوت التنفيض. ايوه ايوه ما يا زيزي قالت لي انفض، ما هو ده اللي بناخده من التنظيف يا زيزي، ادي اللي خدناه من التنظيف. ها طب انت عايز ايه يا عم رمضان دلوقتي؟ انا عايز اعرف ليه ما بتنضفوش الفانوس طول شهر طول السنه، اشمعنى في رمضان بس بتنضفوا الفانوس؟ انا بيتي كده عايز ينضف على طول. يا ما هو احنا فاضيين لك هنفضل بننضف الفانوس طول السنه؟ ده احنا بننضفه في رمضان بالعافيه. لا لا يا حبيبتي انا عايزك اهدى من كده، ما تقلقيش دلوقتي تقدري تسأليني اي سؤال خاص برمضان. طب يا عم رمضان بقى انت طلعت في وقتك المناسب. بقولك ايه، انا جعانه، هو ما ينفعش اخش افطر؟ وبعدين بقى في الاسئله الغبيه دي، ما انت عارفه ان في رمضان ما ينفعش تفطري الا بعد المغرب. انا عارفه انا عارفه، بس قلت اسالك احتياطي، يمكن يكون معاك رخصه كده كده ولا حاجه، حاجه هنا حاجه هنا يعني ولا حاجه. هيكون معايا رخصه في جيبي يعني؟ يا بنتي الكلام ده كله معروف من زمان، اسألي حاجة ممكن ما تكونيش عارفاها. طب استنى اما افكر لان انا غالبا عارفة كل حاجة، استنى بس.
ما هو لو انت عارفه كل حاجه امال انا هنا بعمل ايه؟ يا عم ما انا معرفش، هو انا اللي طلعتك؟ انا كنت بنضف الفانوس، انت طلعتلي. ادي اللي بناخده من الاطفال بقى. طب يا عم رمضان، هي زيزي عامله كنافه وجلاش، ينفع اكل منهم بعد الفطار؟ يا بنتي يا حبيبتي انا مش دكتور تغذيه، اي حاجه ينفع تاكليها المهم تحافظي على صحتك. يعني طب ما كلهاش قبل الفطار؟ وبعدين بقى بتلفي وتدوري عشان تفطري يعني؟ بتمسكي نفسك شويه. طب يا عم رمضان، ما تعرفش رامز هيجيب مين في الحلقه اللي جايه؟ لحسن مش قادره اصبر بصراحه. لا حول ولا قوه الا بالله، يا بنتي انا مش ساحر، مش عرفني رامز هيجيب مين؟ هيجيب مين رامز؟ انا انت تساليني في معلومات دينيه وبس. بصراحه يا عم رمضان انت مش عارف تريحني في اي حاجه. طب بص يا عم رمضان، السمبوسه زيزي على طول بتعملها بالجبنه، انا نفسي اكلها باللحمه، ينفع اغصب عليها ولا ده هيبقى حرام عليا؟ يا بنتي هو انت فاكراني هايبر؟ يعني انا مش فاهم بالظبط انت عايزه مني، انت عايزه تاكلي في نهار رمضان؟ ما ينفعش، ما ي... اي حاجه بعد رمضان ينفع، ارحميني بقى. خلاص خلاص، بص يا عم رمضان، خلاص اخر سؤال، كانوا عاملين مسابقه في المدرسه وقايلين فيها سؤال وانا بصراحه مش عارفه اجابته. كم مرة ذكر كلمة رمضان في القرآن؟ اتقالت كم مرة؟ أنا بقول إن هي اتقالت 10 مرات، تفتكر الإجابة دي صح ولا غلط؟ أهي دي بقى الأسئلة المهمة يا حبيبتي، أقدر أجاوبك؟ لا، شهر رمضان ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن مرة واحدة بس. ياه، مرة واحدة؟ في الآية اللي هي شهر رمضان أنزل فيه القرآن؟ آه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ماشي خلاص كده بقى، انا هروح المسابقه وانا مطمنه ومتاكده ان الاجابه بتاعتي صح. شكرا جدا يا عم رمضان، وأنا... تحب ارجعك الفانوس بقى؟ انا راجع الفانوس لوحدي، بس ما تخبطيش عليا تاني بعد اذنك، سيبيني انام لرمضان اللي جاي. خلاص خلاص ماشي، احتمال انضف الفانوس على العيد، تحب اطلعك ولا اخليك قاعد جوه يا ستي؟ خليني جوه، مش عايز اي اسئله يا عم منك رمضان. تيجي تاكل معانا الكحك والبسكويت؟ بقول لك ايه، ما انا ماشي. سلام. ماشي والله انت لذيذ قوي يا عم رمضان، مع السلامه. يا لؤلؤه يا لؤلؤه. ايوه يا زيزي. هاي يا لؤلؤه، نظفتي الفانوس ولا عملتي ايه؟ ايوه يا زيزي خلاص نظفته وبقى زي الفل، انت مش متخيله انا حصل لي ايه. ايه اللي حصل؟ طلعني جد رمضان. جد رمضان؟ انت بتقولي لي كده عشان ما خليكيش تنظفي فوانيس تاني؟ طب لو سمحتي بقى نظفي الفانوس اللي وراكي. لا 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 يا زيزي، ده جد رمضان ده طلع طيب قوي، انا ما اضمنش بقى اللي هيطلع لي من الفانوس ده شرير ولا ايه نظامه. طيب ماشي يا لؤلؤه، خلاص انا مش عايزاكي تساعديني في اي حاجه تانيه. لا لا يا زيزي، المهم يا اصحابنا يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم، والمعلومات اللي قلناها النهارده في الحلقه تعجبكم، وما تنسوش لو عجبتكم قناتنا تعملوا ايه، قناه فاميلي لاند تعملوا ايه، لايك واشتراك في القناه. باي باي. باي باي.